Go! أمير ازيك؟ ازيك؟ دلوقتي احنا في الفقرة التانية بتاعتنا البلين مود اللي هو وضع الطيران، جاهز؟ جاهز جدا. قبل ما نشتغل على وضع الطيران قول لنا أصلاً أنت عندك فوبيا من إيه؟ ما عنديش فوبيا. خالص؟ لا خالص. أنت بتقفل موبايلك وبتبقى مش عايز لحد يكلمك ولا تكلم حد؟ بعد الشغل. طب إيه أكتر أغنية بتسمعها الفترة دي؟ والله أكتر أغنية اللي في بالي دلوقتي حميد الشاعري. أغنية إيه بقى؟ اوكي دلوقتي هسألك سؤال بقى لو انت جاوبته مش هنزلك، ايه الفرق ما بين الشاي الخمسينة والشاي فريسكا والشاي الميزة؟ الشاي الخمسينة ايوه صغيرة صح؟ اوكي صح. فريسكا اعتقد هي بسكر فريسكا ايوه باين عشان فريسكا صح اوكي. الشاي الميزة بقى ميزة؟ اه جاي من معيز فيها لبن. ميزة ميزة مش معيزة. تمام اوكي شكرا. هو شاي بلبن فعلا. هو شاي بلبن؟ اه طب يا جماعة هو انا صح بس عامة تجاوب ثلاث ثواني بس انت جاوبت في اكتر من كده فانت كده هتنط. انا اسف. انا هنط؟ اوكي كده بس ماشي هنشوفك هناك بقى ان شاء الله. ثانك يو حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اوصف لي احساسك حالا دلوقتي. اه احلى احساس بجد. شفت مصر ازاي من فوق؟ مصر عظيمة بجد. يعني لسه بقول بجد الفيو تحفة من فوق. نورت الارض ومغامرة حلوة ويلا بينا عشان نكمل مغامرتنا في مكان تاني احلى. يلا بينا يلا بينا. نجوم السماء